تعود به الذاكرة إلى سنوات العطاء، حين كان يقف على الركح ويصدح صوته للوطن، للحب، للجمال، ولكل شيء جميل. شريط الذاكرة يعود به إلى الأبيض والأسود ويسرده لنا الآن هنا. محمد سليم، فنان في الخمسينات. بديت الفن بالكشافة، كشافة الفلاح كان في سيدي عبد الرحمن، وكنا نديرو كما احنا نقولو سهرات فنية تعذيبية، هكذا نغنو فيهم ونشدو. كان معنا المرحوم محمد النيها، محمد النيها هذا ممثل بزاف الله يرحمه. كنت انا نغني غنية بعمى تاع عبد الرحمن عزيز، تما وين ديكوفراني قديم. وفي سن 17 اكتشف صوته وبدأ مشواره الفني مع العمالقة، مع أسماء خلدت تاريخ الفن الجزائري. بركاني أنا والله واش كاين تاني؟ وكاش هذا واش كاين؟ اليوم يمك عملت وشعت فيا. نقول لك واحد 17 هكذا، ومن تما بدات المسيرة الفنية. بدات في الميزيكول، كان الميزيكول هذا كانوا يديروه في سينما الجمال في السسطارة، كان يشرف عليها المرحوم محمد التوري وفريدة صابونجي، يديروا بالحد النساء والرجال، يديروا الحفلات ويديروا السكتش، ومور السكتش يغنوا الهوات. ومن هذوك الهوات كنت انايا، وكان المرحوم الهاشمي قروابي ربي يرحمه، كان محمد العماري، كان محمد زربوط، كان علي الشدادي، راهم مرحومين على كل حال. قعدت غير انا محمد العماري في ديك الدار. كالعديد من الفنانين الجزائريين، ونظرا للوضع الذي كان يعيشه الجزائريون ابان الاحتلال الفرنسي، بدأ بتقليد الأغاني التونسية والمغربية. لما نغني ما كانوش عندنا أغاني، كنا نقلدو التوانسة، نقلدو المغاربة، نقلدو المصريين. كما أنا كنت نغني بزاف، نقلد فريد الأطرش الله يرحمه. كان لي أغنية حفظتها من واحد المغني التونسي، قولوا له رضا القلعي، تقول يا ابن عمي صغير والهوى غدار، يا ابن عمي صغير والهوى غدار، وانا اللي كيفك متحير في قلبي نار يا ابن عمي. وبهذه الأغنية كانت الانطلاقة. شارك بها محمد سليم في برنامج ميزيكال الذي كان ينظم حينها، وتخرج رفقة محمد العماري وعميد الأغنية الشعبية الهاشمي قروابي. هذه الأغنية اللي غنيتها في الميزيكال ونجحت بها، كدروا التصفيات خرجت أنا محمد العماري والهاشمي قروابي، داونا عند محي الدين باسترزي في المسرح الوطني، جابوا لنا ملحن تونسي عبد الكريم الحبيب ربي يرحمه، لحن لي غنيه يا نار حسيتك في ضلوعي، مره تهجى مره توقد، يا نار سيلت دموعي وشرارك في الكبد يصعد، النار اللي يقولوا عليها لقيتها ساكنه وسط حشايا، حبيت دموعي تطفيها لهبت وزادت فدايا، قالوا لي بصبرك داويها واللي يصبر لازم يوجد. هذه الغنية غنيناها أنا والعماري، هو غنى غنية وأنا غنيت غنية. ومن الأغاني العامة توجه إلى الأغاني الوطنية. أنغام الجزائر، هذه الأغنية التي أداها مباشرة عبر الإذاعة الجزائرية والتي كانت إدارتها فرنسية حينها. رحنا للإذاعة، ذاك الوقت كانت الإذاعة لاري بارتوزان وقت فرنسا على كل حال، فرنسا هي اللي كانت حاكمة الإذاعة، كان فيها
كابيتان غالوبا، وكنا نغنو مع مصطفى اسكندراني وحداد جلالي. كاين ديك الوقت يقولوا لها فرقة العصري، تجوز بلا أربعة من السبعة للثمانية، وتجوز بالسبت من الوحدة للزوج، وكنا نغنو على المباشر. وانا كان لحد تلاقيت مع المرحوم علي معاشي ربي يرحمه، كان تقني على كل حال تما في الإذاعة، دار لي أغنية نغام الجزائر، لحن سمحها لي سمح، حفظتها عنده في لاكابين تاع التكنيك، غنيتها على المباشر. بعد عودتها نورا الله يرحمها، وخطرة أخرى دار لي حشلاف، دار لي أغنية أنا ابن الجزائر تايها على البلدان، ما زلت بها نفاخر وناسها زادوا لها شان، من وهر للجزائر ما قسمتينا التمسان. وهذاك الوقت كانوا عندنا نصوص اللي يحقوا الأغاني، كان فيها الخضر السيحي، وكان فيها محمد الحاوي ربي يرحمهم، وكان طاهر فضالة ربي يرحمه، بصح ما نقولكش فيهم ربي يرحمهم ميتين، ما نقولكش كل فيهم اللي طلعنا عند قالوفا وقالوها وسلمها وغناها وديك الجزائر. لكن هذه التجربة كلفته غاليا. بعد تسريبات وصلت مدير الإذاعة الفرنسية الضابط غالوبان، استدعاه على إثرها إلى مكتبه. جالت الأغنية المباشر حتى نسيب لسيكيريتي غادي نسلي بومونتي دوزيام إيطاج. داك الوقت كيقول داك دوزيام إيطاج تعرفي بلي غالوبان، هو إيه كابيتان، هو المدير تاع الإذاعة. طبطبت قال لي اونتخي، دخلت ما نقولكش المنظر هاك هاك الرقبة تاعو. أنا كنت دنيت ليه البيرو على بالي ينوض يخمس معايا، ما خمسش معايا قاعد. قال لي كيسكو زابي شونتي، قلت له جي شونتي شونسون، قال لي نو، قال لي فوزافي انفويي ميساج بور لالجيري. ونادية بنتي ما نقولكش، طردت ثاني من جهتي، رفد يدو عطاني بكف هاك طيحني في القاعة. ومن بعد قال هادوك لا سيكيريتي، قال محبطو. وحنا تما في الإذاعة كاين لي سوسول كيما كيما بني خلدون، تما فوق بني خلدون كانت الإذاعة باري باتشوزان، السوسول تحت حبطو استقل سيب حبك تما نسيب زوج من الناس ربي يرحمهم، في زوج نسيب محمد كشروت ونسيب سعيد حايف. سعيد حايف هذا مصري جنسية مصرية، كانوا مودعين تما. محمد كان مضروب مسكين في لسانه، وعلى جابوك تما على باليش. قعدنا تما جبنا الماكلة ناكلو، ومن بعد نقولك سبع أيام ولا طلعونا لافيلا سوزيلي في المرادية، ومن تما فرقونا. أنا ما على باليش وين راحوا، بصح أنا داوني بني مسوس الكون تاع بني مسوس، وين صبت حبابي وربي يرحمهم ربي يرحمهم، سيدة فضيلة الزيرية، سيدة قوس مختها لطيفة الله يرحمها، أبو جمال، محمد العماري ربي يطولو في عمره. ما نجي نقولكش القايمة كانت كبيرة. كانت الكلمة مدوية في الكثير من مجالات الفن في تلك الفترة من أجل رفع الروح الوطنية وإيقاظ الهمم وكذا الدعوة إلى الاستقلال. لذلك كانت المراقبة الفرنسية متواصلة، والتضييق على الفنانين الجزائريين كان أولوية بالنسبة لفرنسا الاستعمارية. شحال فلات كنا نضمو بلا بزيتنا، كانوا يديروا لسة عند الباب تاع الإذاعة، مغنيين مغنيات على الثمانية، الكاميون تاع العسكر يجي يديكم كازيرنا الفلانية كازيرنا غير الكازيرنات، ماشي في الصالات ولا غير الكازيرنات. ولم تأتي رائعة إخواني من العدم،
بل كانت واحدة من الأناشيد التي كان يلقنها لشبيبة جبهة التحرير، فاختيرت عنوانا لأسطوانة يخرجها لسوق الفن. شبيبة جبهة التحرير ولاد صغار لعلهم أناشيد وطنية، ومنهم كانت إخواني لا تنسوا شهداءكم، كنا نشدوها، سجلتها بالإذاعة مع هارون رشيد ربي يرحمه، مع الأوركسترا هارون رشيد، نجحت الغنية، سمعوها الناس معها، ولا ردود بدأوا أو سلم يغني الأناشيد الوطنية، واحد كان يمشي معايا، نديه معايا الولد كليمان فرانس نعرفه بالناس تاع المجاهدين الآخرين، أنا ما على باليش بلي بيعني. وللمرة الثانية يدفع سليم ثمن نجاح أغنيتها. كنت طالع من الإذاعة، لحقت الحومة تاعنا في الدخلة في المرادية، نصيب ذاك الوقت كانوا نديروا العساسين دي باراج داخل الحومة تاعنا، باش الوايس ما يدخلوش الحومات. صبت دراري قاعد نقصر معاهم، أنا نقصروا، حتى شوف الطوموبيل حابطة، حنا عندنا جابت الحطب، هي حبستو هذيك لابورتيان يعني حلتو. وبدا يطيري، واحد مات، واحد كان جوار تاع الرامة كبير غلومياني، أو قالنا زاد مات الله يرحمه، وأنا تبليسيت هنا في كتفي، ضربونا بالرافال وزادونا لي غرناد. وبعدها بدأ يؤسس سليم لموسوعته الفنية، فغنى نفرح ببلادي اليوم أحلاها عاشت الحرية، وأغاني عديدة مع معطي بشير، لأمي مراني جيت، وكذلك أغنية لبس المسجر التي عرفت انتشارا كثيرا وأعادها بعده العديد من الفنانين. لكن اليوم هذا الشخص الذي أعطى للفن، الفن لم يعطه شيئاً، بل مثلما همش كثيرين من جيله جعله كذلك معتكفاً ببيته لا أحد يسأل عنها. قل لك أنا الحمد لله داراني في داري، وكي الموت نتكسر في داري، ماشي كيما فنان كبير ربي يرحمه عاش في الظلمة، مات في الظلمة، ريدة جلالي مات في دار شيخوخة، ما عنده باش يشري خبزة ولا حليب، شكارة تاع الحليب. فنانين اللي راه حاكم الشوكة كما العماري، كش واحد خدم كما العماري أو حاكم الشوكة راه مريض، كش واحد طلع عليه ما يروحوش. ورغم كل ما مر به لا تزال حنجرته تنبض بالعطاء لتقول كنت هنا يوما ما. وشهداكم ضد حولي حياة البلاد، بالنفوس والدماء افضوا ترابكم، تركوا الأهل والصحبة مع الأولاد، صوتهم من القبور يناديكم، اسمعوا لهذا الصوت يا عباد، الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حرية حياتنا، يحيى الوطن.